سؤال أيضا له علاقة بالجانب السياسي، قال: هل الانتخابات طريقة صحيحة لتداول الحكم والسلطة وولاية أمر المسلمين؟ وما النصيحة لمن ابتلوا بهذا في بلدانه؟ اختيار ولي الأمر هذا جاءت به السنة وعمل الخلفاء الراشدين. أولاً انتخاب ولي الأمر من قبل أهل الحل والعقد، ما هم من كل أحد أو كل الأفراد، لا، أهل الحل والعقد من العلماء والقادة وأصحاب الرأي، إذا اختاروه صار إماماً كما حصل في بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما اختاره الصحابة من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبعتهم الأمة على خلافة أبي بكر الصديق. وليس من حق كل أحد أنه يدخل في هذا الأمر من الغوغاء والعامة والرجال والنساء والأطفال، لا، هذا ليس من هدي الإسلام. ثانياً، من ما تثبت به البيعة لولي الأمر العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى من يقوم من بعده بالأمة انعقدت بيعته ولزم الجميع طاعته، كما حصل أن أبا بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر بن الخطاب من بعده فانعقدت بيعته وأطاع له المسلمون، وكان في ذلك الخير. أو أن ولي الأمر عهد إلى أناس معينين، عهد إلى أناس معينين محدودين يختارون من بينهم إماما للمسلمين، كما عهد عمر إلى أصحاب الشورى الستة من العشرة الباقين المبشرين بالجنة، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه أفضلهم وأكبرهم سناً، فلزمت بيعته على جميع الأمة ولم يحصل انتخابات ولم، هذا يكفي في الإسلام، هذه طرق البيعة. أو إذا تغلب مسلم على بلد أو على جماعة تغلب بسيفه فخضعوا له وأطاعوا له، فإنه يصبح إماما كما حصل لعبد الملك بن مروان رحمه الله، لما تغلب أطاع له المسلمون وانقادوا له وصار هو الخليفة في رضا الجميع، والحمد لله حصل في ذلك الخير. نعم.